لكن راح يكون في ارتجاج في الكاميرا، ممكن في تخفيف الارتجاج. نشوف كده شو السرعة. هاي انطلقت. لحد الآن وصلت 50. وصلت 45-50، يعني وصلت لحد الآن 45-50، لكن لسه بدها لياقة عشان إلها زمان. بدها لياقة، بعدين مطعمينها منصحينها لازم تكون أضعف من هيك. Thank you.
وبعدين هي بدها لياقة، يعني أقل إشي 3 مرات بالأسبوع أقل إشي. هو بدها لسه لياقة صورها. كمان يومين بنطلعها، وبعدها بيومين بنرد بنطلعها شوي عبين ما لازم لياقة ما بزبطش، ونشوف قديش اخر اشي بتوصل بالسرعة. طبعا كلاب الصالوكي معروف اسرع كلاب بالعالم، لكن بين كل كلب والاخر في اشي اسرع من التاني بكثير. احنا عنا طبعا الصالوكي مش دارج عنا بتاتا، ما حدا بربيه بتاتا، حتى للصيد ما حدا بربيه، لانه عنا كلها زي ما انتم شايفين جبال هيك وصخر، فالكلب الصالوكي بده سهل. اكتر اشي يعني اخواننا بالخليج انا بحضر كثير لهم فيديوهات صيد الصالوكي بالصحراء بالسهل، اشي ممتع جدا يعني بصراحة كل الاحترام. لكن هن طلعوا صخر جبال، اذا الكلب بده يجري صعب عليه، شايفين كيف؟ فيش عنا مناطق سهلة يعني، لكن احنا هيك بنربيه يعني الصالوكي مش لصالح.